شير حنفي وأحمد أيوب وسمير كمونة وهادي خشبة. توج الحديد مع الأهلي بما يقرب من 20 بطولة مختلفة في المواسم الست التي لعبها، حيث كان شاهدا على بداية تاريخ ذهبي باستعادة لقب الدوري الغائب عن الجزيرة منذ عام 89 ليحرز اللقب الأول موسم 93-94، ثم الحفاظ على اللقب المحلي حتى رحيله عن القلعة الحمراء، هذا بخلاف بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 93 وكأس مصر مرة واحدة عام 96 وثلاث بطولات عربية وبطولة النخبة العربية. رحل الحديد عن الأهلي موسم 98-99 إلى صفوف الشرقية، ثم إلى الاتحاد السكندري، ومنه إلى نادي عجمان الإماراتي، ثم الاعتزال موسم 2001-2002 بعدما ساهم في صعود إمبي إلى الدوري الممتاز. سيظل ولاء الحديد وانتماؤه إلى الأهلي حتى وإن لم يكن من أبنائه هو أحد السمات التي وضعت له مكانة خاصة في قلوب الجماهير الأهلوية حينما فضل الأهلي على كل الأندية ورفض وضع أي شروط لنيل شرف ارتداء الفانلة الحمراء. عمرو الحديدي يروي العديد من الأسرار والكواليس لأول مرة في تاريخه مع الأهلي، ويعلق على أهم الأحداث الكروية في الأهلي في كل مكان. أسماء كتيرة ونجوم كتير جدا للأهلي، من يعني من حارس المرمى للمدافعين لخط الوسط للهجوم، دايما كل لاعب ليه حدوته، دايما كل لاعب ليه بصمته. المشترك مع كل اللعيبة اللي لعبت في النادي الأهلي هي البطولات اللي بيحصدوها. عمرو الحديدي 6 سنين ب20 بطولة، ببطولات كتير، بأجواء لا تنسى. أجواء النادي الأهلي بتختلف. اه طبعا. انا بشكر فريق الإعداد على البرنامج الجميل او اللقطات اللي جابها دي، رجعتنا 20 سنة ورا. هو ده النادي الأهلي يا كابتن إيهاب، طول عمرنا بنعيش معاه في كل لحظة. بنعيش معاه في أجواء زمان دلوقتي، عودنا على كل حاجة حلوة. عودنا على بطولات، عودنا على سمات في بني آدم لحياته الشخصية تستمد لما لا نهاية. علمنا يعني ايه الالتزام، يعني ايه عزة النفس، علمنا حاجات كتير جدا لحياتنا الشخصية أكتر من الحياة القروية. عمرو الحديدي لعيب مميز جدا، ظهر في المحلة بشكل كويس، لفت الأنظار، كان لسه عقدك ممتد مع المحلة، كان عندك عروض مغرية، كان في شبه تمسك كبير جدا من الكابتن محمود سعد انك تلعب في نادي الزمالك مع تألقك مع المنتخب الأولمبي، لكن انت كان ليك رغبة واحدة، تلعب في النادي الأهلي. بص يا كابتن إيهاب، الواحد كان بيتمنى اسمه يتكتب في الجريدة بأي شكل وبأي صورة. أول مرة يمكن أقولها، أنا كنت أحب أتفرج على فريق معين، هو فريق كابتن عادل عبد الرحمن وعمر أنور وعبد الجليل، الفرقة دي بالذات. فجت مرة كنت في التيتش بتفرج عليهم وهم بيلعبوا السكة الحديد، قلت ممكن في يوم من الأيام أبقى أنا بلعب تحت، ممكن في يوم من الأيام أبقى موجود مع الناس دي. خلاص باب السماء كان مفتوح، وكان ليا نصيب ان اكون موجود في النادي الاهلي. بس باجتهادك وباسلوبك وبقدراتك كلاعب كره قدم مميز، واحد من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ الكره المصريه. بص يا كابتن إيهاب، الواحد كان بيبقى فيه روح واصرار في الوقت اللي كان كل الانديه بتتهافت على فرويد هداف، فاحنا مالناش دور، يعني يا فراوده يا هداف يا حارس مميز، احنا عايزين نكون موجودين احنا كمان. شهادة الميلاد أهلي وزمالك في الماتشات، لو أنت بتلعب في نادي تاني طبعًا. شهادة الميلاد أهلي وزمالك. كان في الوقت دوت كابتن فاروق تملي بيتكلم عن الكابتن رمضان، كابتن محمد رمضان. فالماتشين بتوع المحلة أنا كنت همسك كابتن رمضان، قلت هو الموضوع منتهي، كابتن رمضان ممكن يبقى طول التسعين دقيقة قاعد معاك طبعًا. موضوع منتهي. بعد كده خلاص في ثانية التسعين دقيقة بقت كابتن رمضان وانت ضيعت كل اللي انت عملته. ففي ماتش من الماتشات كان الاهلي بيلعب الزمالك، فكابتن رمضان جاب هدف من على ال 18، فاحد النقاد كتب محمد رمضان احتفظنا بالالقاب بيعدل جرافات رقبته من على بوز ال 18. كان في حسين السيد،
قلت انا هعيش مع كابتن رمضان، هما اتنين، هعيش مع كابتن رمضان وكابتن جمال عبد الحميد. كابتن جمال وانت طبعا بتلعب عليه لازم بقى يتكلم، انت مش انت اللي النادي الاهلي بيتكلم عنك والمنتخب، طب اطلع. مفيش انا لازم مفيش خلاص رمضان كده. طبعا لا، وكابتن جمال يعني مجرد ان الكره بقت قريبه وقربت منه خلاص سحابه سودا ظهرت فوق، موضوع منتهي. جيت من هنا بقى خلاص كابتن انور، وكان ساعتها مع كابتن رمضان السيد وكابتن صلاح حسني عمرو الحديدي طبعا، يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى يرجع للدكتور محمود سعد، هو اللي جه خدني من نادي مدينه نصر عشان ابقى موجود في صفوف المنتخب. من هنا قبل المحله جيت اتفرج عليها 3 مرات ان في سيرد باك بيلعب في دوري الدرجه الثانيه اسمه عمرو الحديدي، جه شافني 3 مرات بالظبط. رابع مره كنت مع المحله، انضميت بعدها بقى منتخب اولمبي قبل برشلونه 92 ب6 شهور. كنا 9 سيرد باكات والشاطر بقى اللي يلحق يحجز مكانه. يعني دلوقتي في ندره كبيره جدا في المدافعين، لكن في الجيل اللي انت بتتكلم فيه لا، ده حدث ولا حرج، كلهم لعيبه دوليه وكلهم لعيبه تقيله ومنافسه قويه جدا. كابتن علي عبد الصادق، بشير حنفي، ابو الذهب، جمال السيد، كمونه، محمد يوسف، احمد ايوب، كان شرف بيطلع معانا، ابراهيم سعيد، حسام غالي. يعني تخيل احنا بنلعب في المكان ده حوالي 10. طبعا الخواجه كان بيلعب 2 بس. يعني في الوقت ده مستر هاريس اول لما جه كان بيلعب 2، بدا بالكابتن جمال وكابتن علي صادق خلاص، وكابتن ابراهيم حسن وعماره، نخله، يوسف، ياسر. انت عايز تحجز مكان في وسط الناس دي؟ لا، في وسط مين؟ لا بص، جيل 90 يا كابتن ايهاب حاجه تانية خالص. يعني التاريخ بيقول ان الجيل ده، انا واحد من الناس اشكر ربنا ان انا كنت موجود مع الناس دي، حضرتهم، كابتن شوبير، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن رمضان، كابتن ايمن شوقي، هادي، وليد، كابتن اسامه عرابي. يعني نجوم مصر اللي كنت بشوفها في الانبيت بلعب جنبها. لعيبه تقيله قوي قوي. يعني تخيل لما تبقى في الملعب وبتتفرج على رضا عبد العال ومجدي طلب، محتفظنا بالالقاب، بتتفرج عليهم، انت بتلعب معاهم وبتتفرج هما بيعملوا ايه. وليد ماسك ريشه رسام نازل يرسم تابلوه، هادي، ديفندر ما يتكررش طبعا، كابتن اسامه عرابي. يعني الخطط والاداء لاداء لعيب كوره موجوده في حاجه اسمها كابتن اسامه عرابي، جندي المجهول طول عمره. طول عمره ياسر ريان، تبقى الدنيا زحمه ينقلنا كلنا الهجمه طبعا، يبقى عاليه ليه. يدوس بنزين كابتن ابراهيم حسن، انت متاكد ان في صمام امان جنبك بيشيل اخطائك. كابتن شوبير طبعا، يعني هو ده العملاق اللي كان سندنا كلنا طبعا. كابتن حسام حسن، انت بتتفرج بقى، كابتن حسام، كابتن رمضان، كابتن ايمن شوقي، فيليكس، بتتفرج، عادل عبد الرحمن، عبد الجليل، بتتفرج، انت قاعد بتتفرج، بتتفرج على ناس احسن لعيبه جت في تاريخ مصر. دي من وجهه نظري متواضعه، يعني مش بقول على النادي الاهلي بس، لا في لعيبه كتير، بس الناس دي في التمرين زي الماتش لعيبه مبدعه، الكره بتتطور عندهم مختلفه عن الانديه الثانيه. كنت بتستمتع وانت موجود مع الجيل ده؟ بقول لك بنتفرج، احنا كنا بنلعب مره ماتش ودي مع نادي الشمس، وجمله ما بين رضا وعبد الجليل، احنا سقفنا انا ومشير واحنا ورا لجمله اتعملت ما بين رضا وعبد الجليل وقاموا رايحين بايسين بعض، احنا بينا نتفرج زينا زي اي حد بيتفرج ايه اللي بيعملوه في الملعب ده. الجيل ده وانت في المحله كنت بتخاف على يعني من مين؟ المهاجم اللي لما كنت تلعب ماتش قدامه تبقى حريص قوي وهو قدامك؟ لو من النادي الاهلي كل فرادته مقلقه، سكون الكابتن رمضان، قوه الكابتن حسام، رشاقه الكابتن ايمن شوقي، كل واحد وليه حاجه. كابتن ايمن في اي كوره عاليه فراشه واقفه في السماء، واقفه بتلعب العاب هوا طالع، بيطلع بيقف في الهوا، يعني لازم تقرب. كابتن رمضان هدوء وبعدين انفجار، انتهى، خد الموضوع لحسابه. كابتن حسام انت بقى محتار، بيتحرك يمين شمال. في طبعا في الاسماعيلي محمد صلاح، ابو جريشه طبعا، حصان، بسم الله ما شاء الله، فرصه بتتحرك قدامك، ابراهيم المصري، مصطفى صادق، انا بتكلم على جيل. لا 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 طبعا، كان في بقى فيرود ده اللي كنا يعني فيرود بمعنى الكلمه، مصطفى ابراهيم زمالك. ما طولش الكابتن فيرود بمعنى الكلمه.
في بقى الناس بقى انت بتنقي كل واحد مكانه. ياسر عزت في الاسماعيلي العاب هوا، صبر بوشادي في المقاولين بيلعب العاب هوا، محمد الاسوطي قوه موجود في المنيا. لا وبسم الله ما شاء الله الجيل ده لعيب مدافع، لعيب وسط ملعب، لعيب مهاجم، حارس مرمى، كان برضه نسبه القوه البدنيه والاجسام والقوه كانت عاليه. انا مره كنا مع كابتن انور ولعبت على فرقه في اسوان، محمد عبد الرحمن 198 سنتي وهو اصلا رفيع، ففي كمان جامب هيعمله هيديله مساحه، قال لي هتلعب، قلت له يا كابتن ولا كره عاليه ان شاء الله، ان شاء الله هو كره عاليه باذن الله. يعني بدايتك مع النادي الاهلي ودخولك النادي الاهلي واول مره تخش فيها النادي الاهلي عادي ولا في النادي الاهلي عشان ابقى موجود في النادي الاهلي؟ لا المرتين بقى طالما في ذكرى كده عايز تقولها بعيدا عن الرسمي. كان ماتش المحله والاهلي، وكان المحله كسبنا 2-1 في استاد المحله، فتاني يوم انا اتعورت، فجيت للدكتور مجدي عشان اشوف انكر رجلي، الدكتور مجدي عبد العزيز، فانا داخل لعيبه النادي الاهلي سلمت عليا، ده تاني يوم. فدخلت قعدت في الطرقه اللي ما بين الصاله وما بين الجهاز الاداري، فجالي كابتن صلاح قعد معايا، ايه نفسك تيجي النادي الاهلي؟ قلت له يا كابتن انا جاي اتعالج، نفسي اعدي من جنب الاسدين بس بلاش يبقى نفسي ان يبقى في النادي الاهلي حتى. فبعدها الكابتن انور كلمني، رحت قعدت مع الكابتن انور، قال لي احنا جبنا ابو الدهب وجبنا جمال وجبنا الله يرحمه احمد فهمي وياسر وحسام وابراهيم، كانوا راجعين احتفظنا بالالقاب راجعين من نيوشاتل. قلت له يا كابتن اتمنى فريق الاحلام، وكان بقى فيليكس. بعدها على طول كابتن انور رحت بيت الكابتن وقعد معايا وشرح لي ايه اللي هيحصل في حاله ان انا انتقل للنادي الاهلي، انا كنت ماضي للمحله 3 سنين. فاول سنه عدت، ثاني سنه جيت اتكلمت مع الكابتن سياج، قلت له يا كابتن انا جاي للنادي الاهلي اعمل ايه؟ قال لي النادي الاهلي. فاجتمع مع مجلس الاداره قال لهم هيمشي هيمشي. فاحنا كان ساعتها عندنا بطوله وديه كان الدكتور محمود سعد عاملها في سوريا، كان الفرود الشهير في سوريا قبل ما يجي مصر خالص مهند البوشي، فرود الترسانه، يعني كسرت الدنيا في الماتش اللي انا لعبته، كسبنا منتخب سوريا 4-1. فالدكتور محمود قال لي بص بكل الالوان وكل الارقام انت هتيجي نادي الزمالك. يعني هكمل معاك الجزئيه دي، بس معانا انت ذكرت نجوم كتير جدا جدا، لكن معانا نجم على التليفون انا مش هقدمه باسمه، هقول لك تقول الو وتتكلم معاه، لقيتك ها هدي لك كيس صغير كده، قول الو. الو السلام عليكم يا كابتن عمرو. السلام ورحمه الله وبركاته. ده مهاجم جامد، كان تعبك قوي قوي قوي، كان فرصه في الملعب ريشه. ازيك يا ريشه؟ ربنا يكرمك. ازيك يا محمد صلاح ابو جريشه؟ طبعا بنرحب بيك، مشرفنا ومنورنا. اهلا. واحد من نجوم كره القدم المصريه، السمسميه طبعا، الدراويش، الاداء الراقي، الحب اللي موجود بين جيلكم كله، الاداء، كنا بنتكلم مدافعين مميزين، مهاجمين على اعلى مستوى، حراس مرمى، جيل مميز جدا جدا يا كابتن. ربنا يخليك يا استاذ ايهاب، انا بشكرك على المقدمه الجميله دي وبحييك على البرنامج الجميل، وبحييك ان انت استضفت شخصيه زي كابتن عمرو الحديدي. اتمنى له طبعا التوفيق في المجال بتاعه، انا ما اعرفش هو لغايه دلوقتي مش محدد اذا كان هو هيخش في المجال التدريبي بكل قوته ولا لسه برضه بيشاور عقله في موضوع الحته الاداريه بتاعت تعرف المدافعين خطواتهم بطيئه شويه يا كابتن. لا 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 مش بطيء ولا حاجه، هو عمرو من المدربين اللي ممكن يكون ليهم شأن تاني، بس هو يركز بس في موضوع التدريب لو هو حبه يعني. كابتن لكن هو بيجي له حاجات طبعا ثانيه افضل، فبيحبذها عن ان هو يستمر في التدريب، لكن عمرو دماغه كويسه جدا زي ما كان دماغه كويسه في الملعب كلاعب. هو اتكلم على نجوم كتير وخص حضرتك بكلام مميز جدا، وقال تحس ان في فرصه كده يعني وفارس في الملعب واداء، لكن برضه يا كابتن عشان برضه يعني المشاهدين، المدافعين بيبقى ليهم كده اجواء وضرب من تحت لتحت وشورت بيتشد شد وانكل جزمه بيتداس عليه، اكيد برضه كان بيعمل الحاجات دي، ما هو مش ملاك يعني. لا عمرو مش من اللعيبه المؤذيه، بس هو كان بيلعب الكره رزل شويه، من اللعيبه اللي هو لما تكلفه بمهاجم ما كانش بيسيبه غير لما بيطلعوا شعوره فعلا، يعني من اللعيبه اللي كانت فعلا
بتضايقك كلاعب كوره، وانت كمهاجم برضو محتاج ان انت تبقى متحرر شويه، عايز تتحرك في حته عمر من اللعيبه المدافعين اللي هم لما بيتكلفوا بحد مان بيلعب عليه بقلبه قوي يعني، كان بيلعب بضمير قوي بصراحه، مخلص مخلص بزياده. طب موقف ما تنساهوش مع الكابتن عمرو الحديدي؟ لا، سفرياتنا كلها كانت جميله الحقيقه، كانت مجموعه جميله جدا مع الدكتور محمود سعد. نجحنا مع بعض قوي في ان احنا نوصل لنهائيات برشلونه، وفي نفس الوقت الجيل ده كله طلع بعد كده لعب منتخب اول، ولعب كان مميز جدا في الانديه بتاعته، كل واحد من الاسامي اللي كانت موجوده اياميها رفع شان النادي بتاعه، يعني لعب متحمل مسؤوليتها، وفي ناس كانت ليها دور مؤثر في الانديه بتاعتها، انها سواء تاخد بطوله، سواء انها تستمر في المنافسه، سواء انها تكون موجوده في الدوري. في شك الجيل ده كان جميل جدا، وكان اميز حاجه فيه ان هم كانوا مجموعه بتحب بعض الحقيقه. بالظبط. وطبعا لازم نشكر الكابتن محمود سعد بالخير، واحد طبعا من المدربين الكبار والمدير الفني لاتحاد الكوره، وادى بشكل كويس. لكن كابتن عمرو عايز اقول لك حاجه. طبعا. يا ريشه. بص يا كابتن هاب، محمد صلاح اتمنى كان يلعب دلوقتي. مش ايامنا. ايامنا كان في ناس كتير قوي، بس زي ما بيقولوا الزوم كله بيبقى على اهلي وزمالك. محمد صلاح من افضل فراوده في تاريخ مصر، مش هقول لا، ممكن اقول من افضل فروت جه في تاريخ مصر، سرعه، هيدرز، شوط، كل حاجه. حتى واحنا بناخد الدورات السي والبي والاي، محمد صلاح بيبقى في الملعب. يا عم ما تستنى، احنا 10 دقايق وخلاص. مهاجم. لا، مع محمد صلاح حاجه، مش عشان هو جيلنا وصديق شخصي ليا، لا، حاجه محترمه، عنوانها حاجه محترمه، ليها كلام كتير قوي، حط تحتها 100 خط كلمه محترمه، دي مليون خط، مش 100 خط بس. الكلام ده كلام مهم يا كابتن. وبعدين عايز اقول ان النادي الاسماعيلي لا يقل عن النادي الاهلي ونادي الزمالك مثلث الرعب في الكره المصريه، الثلاث انديه الكبار، ومعاهم طبعا عدد من الانديه هو يمكن تالق في نادي معين. ولكن اكيد يا كابتن في السكه كده كان في مفاوضات من هنا ومفاوضات من هنا، ذكريات بقى. لا، الاهلي طبعا انا كنت قريب جدا، يعني مرتين ورا بعض، سنه 96 او 97 وسنه 2000، كنت قريب جدا ان انا اوقع الاهلي، والمواضيع يعني ما وافقتش فيها، او ما كانش في توفيق ان انا يكون في استمراريه في المفاوضات. وفي النهايه ما فيش حد بياخد الا نصيبه يعني. طبعا يا كابتن. طبعا انا بشكرك، وواحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه، ودايما متالق، ونشوفك على خير يا كابتن ان شاء الله، واكيد لازم تشرفنا ونتكلم برضه. شرف ليا يا حبيبي، ربنا يبارك. شكرا كابتن، شكرا لحضرتك. شكرا جدا، توفيق يا عمر. حبيبي. طبعا نجم كبير جدا. وهداف قدير جدا، لكن انت كمدافع اكيد يعني عليك الطلب كبير جدا من المهاجمين. في تليفون، قول الو. 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 كابتن عمرو. كشري. على طول كده؟ كشري. لا، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ كابتن احمد كشري طبعا مشرفنا ونورنا على التليفون. لكن لا، ده الودان هنا اذاعيه، ده مفيش، ده حتى الصوت في نغبشه كده في الاول، على طول كشري على طول. حبيبي. ايه ده؟ حبيبي ده؟ حبيبي حبيبي. انت يعني الاول انا بشكرك، برنامج جميل وحلقه مميزه ومختار فيها نجم كبير من نجوم النادي الاهلي. كلكم نجوم يا كابتن، وكلكم بتكبروا الاهلي في كل مكان. لا والله كابتن عمرو الحديدي حاجه، يعني انا سعيد ان انا بشوفه معاك في حلقه مميزه. ازيك يا كابتن عمرو؟ ازيك يا كابتن كشري؟ حبيب عمور، وحشني والله. اخبارك ايه؟ وانت كمان يا كابتن، ربنا يكرمك. لا ده حاجه جميله كابتن ايهاب. كابتن عمرو الحديدي كان مرسل للمهاجمين كلهم في مصر. طبعا. لا ده حقيقه. لا بس انا مش عارف، حاسس ان هو كان مخوفكم كمهاجمين او يعني بص لا. كله طبعا يعني عامل له حساب لغايه دلوقتي، الظاهر كان ناشف قوي يا كابتن. والله الحديدي، بص، عمرو الحديدي كان من السردباكات الاساسيه عنده، كان عنده مميزات كويسه قوي بصراحه. يعني عمرو كان ما شاء الله الجامب بتاعه كان عالي، وهو ما شاء الله طوله والقامه بتاعته طويله، وكنا مسميينه حتى ده يعني في لقب طلع عليه في النادي الاهلي، ملك العالي. الحديدي كان كل الكور العاليه دي كان بيريحنا،
وبيجيب لنا جوان كمان، يعني هو مش بيقطع الكوره بس، يعني الحديدي ياما جاب لنا جوان، جاب في المصري بورسعيد، وجاب لنا في الرياض، فاكر ماتش الرياض حديدي الرياض السعودي في تونس. لا الحديدي مميز، انت مسكتني ساعتها، وشخصيه جميله. لا وعايز اقول لك موقف على الماتش ده، بعد الماتش كنا في ماتش الرياض السعودي وتعادلنا 2-2، فكشري تاني يوم بيجيبوا جرايد لقى كاتبين ايه؟ وكان للمنزلاوي راي اخر. قال لي مين منزلاوي ده؟ هو بيضحك، قال لي مين منزلاوي ده؟ قلت له اللقب الاخير. ما رضوش يقولوا الحديدي اسم والدي، قالوا اللقب الاخير، وكان للمنزلاوي راي اخر. كنت بتدور بقى على مين المنزلاوي ده؟ والله طبعا المذيع قال المنزلاوي في الماتش، والجرايد كتبت المنزلاوي معايا. المذيع عنده سكور شيت بقى، انت عارف علينا يعني بالحديد المنزلاوي، فبقينا نقول له منزلاوي. فطبعا اتصور بيها فتره، بس طبعا كان داخل الفريق. وعمر على فكره يا دكتور اياد، يعني الصراحه عمر الحديدي من اللعيبه بامانه اللي عنده اخلاقيات عاليه. طبعا هو الجيل ده، طبعا التليفون قفل كده، يرجع معانا كابتن كشري. هو الجيل ده كابتن كنت بتتميزه غير الاداء الفني وغير التواجد، في اخلاق عاليه، في احترام بينكم. شوف انت احترامك لكل النجوم، شوف احترامك لكابتن محمد صلاح ابو جريشه وكلامه معاك، وبيلعب في الاسماعيلي، بتلعب في الاهلي، كنت بتلعب في المحله. احترام مهم جدا، اعتقد اننا فقدنا جزء منه في المنافسه في الايام دي. بص يا كابتن ايهاب، في حاجه مهمه جدا، احنا كنا بيتعمل معانا محاضرات قبل كل تمرين او قبل كل مباراه، تذكره اللي فات، كابتن شوبير وكابتن اسامه وكابتن علاء. عارف حضرتك لما بتحط مبدا لمنهج بتمشي عليه من السنه طول السنين، مفيش خطا، ممنوع 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 التجاوز، في كبير هو اللي هيحل. اسمع بس، لو لقيت فريق في رأي هتقوله داخلي نجتمع عليه يتاخد برأيك، وهو الكابتن طبعا كابتن شوبير هو اللي بيصيغ الموضوع بأسلوب للحل. عارف ما بنوصلش لتاني يوم، حتى في التمرين ممكن فيها التحام شديد ولا أي حاجة تتحل في وقتها، التحام بينه وبين كابتن مجدي طلبة. كابتن الفريق حارس مرمى وليه شخصيته برضه، يبقى ليه دور معاكوا في اللعيبه وبيتكلم. يعني في لعيبه طبعا بتبقى يعني اللعيبه الهدافين واللعيبه دول، وطبعا احنا اتفقنا المدافعين وحراسه المرمى ساعات بيبقى لهم يعني دور اداري بشكل كبير، لكن الكابتن شوبير كان ليه دور بارز وكان ليه اداء معاكوا، وده واضح من كلامه. احنا كنا بنبقى في الملعب يعني يا كابتن شوبير، قال لك لا كابتن شوبير ما احتفظنا بكل الالقاب وكل الكلام بره الملعب، يا كابتن شوبر يعني بنحل، يعني عارف مش عارف اقولها. موقف ما تنساهوش للكابتن شوبير، او ازمه سريعه كده لما جيت الاهلي خدك في حضنه وحلها. كان في موقف بيني وبين الكابتن احمد في ماتش المقاولين، كره من كتر ما انا كنت بفكر، عارف اللي بيقعد ما بيلاقيلوش مكان، اللي بياخد انذارين البديل خلاص مش هيفكروا فيك تاني. فكره بيني وبين زيزو، كره بيني وزيزو وصلت لغايه ما وصلت 18، فانا مشهور بالزحلقه وعارف هتحكم في الكره ازاي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. دخل الجون فشوحت لكابتن شوبير. يعني الطبيعي ان كابتن شوبير تاني يوم نادى اهلي وقعد معايا بره وقال لي انت شفت انت عملت ايه وهل ده صح؟ عارف ان ما تبقى مش لازم يبقى النقد بزعيق او طبعا في توجيه بلوم كبير طبعا، لا هو بعقل. هو يعني ازمك وقصر من معنوياتك تماما للاسلوب الهادي اللي اتعامل معاك بيه، وانت متوقع اكتر من كده. اعتذرت وبعدها على طول انسى وخليك في التمرين وخلاص بلاش تخش في الماتش، الماتش خلص وخسرنا، فكر في اللي جاي، عارف مجرد صفحه وانتهت، اتقلبت الصفحه وبدانا صفحه جديده. فدي من الحاجات اللي الواحد اتعلمها من نجوم النادي الاهلي اللي الواحد كان في يوم من الايام ليه نصيب يلعب جنبه. طبعا نجوم ومعطيات كتيرة جدا، لكن بيبقى وانت بتلعب ومع الجيل ده مدافعين كتير، 7-8 مدافعين مميزين، بيلعب 2، المنافسة كانت عاملة ازاي؟
يعني كان في اول الكلام الخواجه ليه طريقه لعب معينه ان الفرود يخش لجوه، احنا متعودين انك تطرد الفرود لبره يعمل اوفر يبقى في تحكم من السيرد باك لو بيلعب مان او حارس مرمى يطلع ياخدها. تمام. ما كانش بسهوله علينا. لعب جمال ولعب كابتن علاء شويه شويه، وبعد كده حصل موقف للخواجه وخسرنا ماتش. واحنا في افريكا سبور في غانا قال لك هتلعبوا 3-5-2، عارف بقى اللي بيجيبني من الدار للنار، انت هتلعب. هلعب ده انا كل ما اخش اصلي العصر ما احبش اروح ابص على برواز الخشب اللي محطوط فيه ال 22 اسم اللي رايحين، انا عارف ان انا مش فيهم. راهب الموقف. ما انا مش فيهم. مش هبص 16 ماتش انا بره. اول 16 ماتش بره. طب خلاص بقى انا مش عايز. بعدين اما جيت اتكلم عشان انا العب، كابتن طارق الله يرحمه اجتمع بينا في الاوضه قال لي ايه الراجل بيقول لو كان موجود ما كانش جابك، لو كان شاف الصفقات اول لما جت ما كانش جابك على طول. لا الكابتن طارق ما فيش ما فيش تمهيد للكلام، هي خبطه واحده بس. خلاص يا كابتن ماشي همشي. فانا خارج من الاوضه متضايق قوي ان كلمه زي دي اتقالت على طول كده. مفيش قبل يعني، انت قلت انا عايز امشي من قدام الاسدين بس مش خلاص أكتر. رحت خدت الصوره مشيت جنب الاسدين وقعد 16 ماتش. لا انا ما لحقتش، ده انا رحت زرت الاسدين ورحت الاسدين التانيين هروح بقى. فكابتن طارق كنت انا ومشير قال لي الراجل مش عاجبه ادائك وانت مشير كده مش نافع. بص بقى فيلم هو انت ايوب الراجل متضايق وهو مش هيلعب الا بالناس دي خلاص. فانا ماشي قابلني الدكتور علاء شاكر قال لي اتمرن مالكش دعوه بحد وزود من معدل التدريب بتاعك واجهز عشان لما هجيلك محدش يرحمك. طبعا قلت له ماشي يا كابتن. رحت اتمرنت عنده الصبح في المركز وبعد الظهر في النادي. فجاه حصلت اكيد كان عندك حاله من الاحباط اكيد. لا احباط ايه ده انا بتمرن وانا بشيل حديد وخلاص رايح بلعب كمال اجسام بشيل حديد وبس. مش في دماغي بقى هتجيلي ولا مش هتجيلي. هو ربنا يكرمه ويديله الصحه خرجني من العام النفسي ده. اجهز هتجيلك وهتجيلك كويسه واما تجيلك امسك فيها ما تسيبهاش. فعلا بدأت ماتش السويس كسبنا 3-1 كان مكسر الدنيا احمد متولي. 3-1 لينا. ماتش الترسانه هلعب على محمد ادريس 3-1 مفيش بقى. فابتدى اسلوب الخواجه يتغير معايا انا ومشير. اول لما لعبنا مشير ناديه الفلوده قال لي بقول لك ايه بص دي جات لنا اهي انت تاخد الطيارات اللي فوق وانا هلم لك العربيات اللي تحت. قلت له خلاص ماشي اتفقنا. ماتش المصري هو على ابراهيم المصري وانا على ياسر عزت. ماتش الاتحاد انا على كرم مرسي هو واخد شرط. بالظبط. اخر ماتش كان شبين انا على عصام شعبان كان هداف ساعتها الدوري. طبعا كان عصام كده كده كان معايا في الجيش وعصام كانت رجله شمال جامده جدا. ولا كوره لمسها. فالخواجه دخل بين الشوطين قال لي لن اتخيل دفاع النادي الاهلي من غير عمرو الحديدي. كابتن شطه اللي كان بيترجم ساعتها. بعد كام ماتش بقى لعبته معاه؟ قعدت 16 ولعبت اخر 8 ماتشات في الدور الاول. منهم ماتش الاسماعيلي. يعني 16 ماتش ما بتلعبش خالص. لعبك الثمان ماتشات. اتغير الكلام من رساله مع الكابتن طارق بيقول لك لو كان شاف الصفقات واختارها ما كانش جابك. طبعا يعني انا بصراحه مش متخيل ازاي تجمع نفسك تاني وتجهز وكلمه زي دي بتسمعها من مدير فني قاعد ومستمر وكانت نتائجه كويسه وانك ترجع تاني بالشكل ده علشان تقدم نفسك وتاخد الفرصه تمسك فيها وتأدي وترمي كل الكلام ده وتركز في الملعب. لا ده في نقطه كمان مهمه. كل تجمعات المنتخب انا بروح وما بلعبش في النادي. كابتن جوهري مستر راوتر مستر رودريسكو كابتن الدكتور هاني مصطفى. مفيش دكتور محمود سعد كابتن جوهري مره واثنين كابتن زيزو مفيش ولا مره تجمع منتخب الا ما بروح. قناعه من القياده الفنيه للمنتخب بشكل كبير اجنبي ومصري قدامها ما فيش قناعة من المدير الفني للنادي. صعبة دي. لا هو مستر هاريس خلاص انا مش في احتياج للناس دي. لدرجة ان بص بقى كابتن ايهاب اما الماتش الاخير الفيصل ما بينك وما بين الاسماعيلي في استاد اسكندرية الاسماعيلي بيكسب الاتحاد 5 وانت بتتعادل مع المصري في بورسعيد 0-0 وهنسافر الماتش هتلعب نهائي في اسكندرية. مين اللي يجي الاوضه اللي احنا قاعدين في احد الفنادق ويجي يتكلم معاك قبل الماتش بثلاث ايام ويشرح لك
طريقه اللعب تلعب ازاي، تخيل مين. اما انا قاعدين في الاوضه وكانوا كنت انا ومشير ومحمود ابو الذهب وجمال، ففجاه لقيت جمال بيقول لي قوم بص قوم قوم اصحى اتكلم. قلت له ايه في؟ ببص لقيته كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب، خلاص بقى انت كده يعني ممكن نسمع اسم. لا احنا شفنا كابتن محمود جاي بالليل الساعه 9:30 بيحكي لي انا ومشير انا هلعب على بشير هداف الدوري ومشير هيلعب على عجوز. كابتن خطيب قال لك اهو انت هتلعب على ده، تحركاته شكلها كذا، بيعمل كذا، بيلعب بدماغه، بيشوط ده اشول، اقفل له كذا، اعمل له كذا. الكابتن مشير، الكابتن خطيب العب مان، ما تديش مساحه للكابتن احمد العجوز، هو عنده من المهاره ما يكفي. ومشير بسم الله ما شاء الله لزق خلاص وراضه. ده حصل فعلا. انا تملي كان وليد صلاح يقول لك انا بحب اخد المبادره، تاكلينج واحده في الهواء، اعمل ان شاء الله باص في الهواء وانا بتزحلق، خلاص بفوق بفوق نفسي بالطريقه دي، او حد يقول لي كلمه كويسه قبل ما انزل اسخن ولا اي حاجه. فانا نازل اسخن كنت في استاد اسكندريه، فكابتن طارق ها عايز اتفرج بقى اهو هداف الدوري وعايزين نشوف المدافع اللي احنا جايبينه. والله ما لمسها كابتن هاج، والله الماتش موجود 93 94 ما لمسها بشير. ومشير رغم ان انا جالي جزع في الرباط اول 10 دقايق قلت له مش هخرج. مشير مش هينفع اخرج. يعني تخيل بقى انت دوري اول مره في حياتك تحس ان في بطوله والجماهير دي كلها طبعا بتتفرج عليه، الوضع مختلف، هتاخد بطوله اول مره تتعلم، يعني كتب في رصيدك بطوله دوري عام موسم 93 94 وكان غايب عن النادي الاهلي بقاله سنتين بالظبط، في الفتره اللي كان فيها مستر ديفيد مكاي وكابتن فاروق جعفر. وكابتن خطيب يجي ويقعد معاكم ويكلمكم يخص المدافعين تحديدا، واكيد طبعا راح للمهاجمين، بس طبعا اللقطه اللي معاك انه بيكلمك هتلعب ازاي على النجوم دي، هتتعامل ازاي. كابتن ايهاب احنا بنتكلم الكلام ده في 93، انا مش ناسي كابتن محمود كان لابس ايه، مش ناسي تيشيرت اورنج وبنطلون كارو في زيتي وشوز من غير شراب. كابتن محمود كابتن محمود الخطيب مش وانت بتسمع خدت وديت ولا سمعت الكلمه؟ اسمع ايه، انا ببص له هو بيشرح وانا ببص. انا صاحي من النوم يا جمال انت عايزني في ايه؟ بشرح بيسمع، انا بسمع اللي بيشرحه كابتن محمود بس انا معاه، هو ده اللي كنا بنشوفه في التلفزيون. نعم ندعي له بالشفاء العاجل طبعا، ربنا يرجعه بالسلامه طبعا. يا رب يرجع بألف سلامه، في الامارات في رحله علاج ان شاء الله ويرجع بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يجيبه بألف سلامه. اليوم ده بعد ما الكابتن شرح انا كنت نايم على السرير انا وجمال ما بيننا كوميدينو صغير، جمال صحي وانا بخبط الكوميدينو بدماغي. قال لي في ايه يا عمرو؟ قلت له يا جمال ده كان في كوره عاليه وعملت لعبتها بدماغي. قال لي انت خلاص 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 انت عايز الصبح يجي عشان الماتش، عايز بكره يجي هنسافر رايحين الماتش. تخيل بقى اما نسافر قبلها بثلاث ايام وجمال يجي له تسمم. وخلاص احنا مستر هارس دخل قعد معانا ومشير فقال الموضوع صعب، جمال بقى له يومين ما بتمرنش تعبان جدا. فمستر هارس بيحكي مين اللي هيلعب ليبرو، فاحنا قلنا هادي يعني اقرب واحد ان لعبنا جنب بعض احنا الثلاثه قبل كده. اخر يوم صباح الماتش يوم الجمعه رحنا لمستر هارس انا ومشير، جمال هيلعب بنفس جمال هيلعب ازاي؟ احنا عارفين هادي هيسهل علينا حاجات كتير في نص الملعب، احنا عايزين جمال. وفعلا جمال لعب، جمال كان بيموت تسمم تسمم ولعب وربنا كرمنا وكسبنا، وكان بالنسبه لنا مفاجاه ان احنا رجعنا بالدوري العام من اسكندريه بعد برنامج طويل بيننا وبين الاسماعيلي، من اول من تاني من اول من تاني لغايه ما حسمناها في الماتش الاخير 4-3. الثقه اتبنت خلاص مع المدير الفني، الثقه اتبنت مع الجماهير، وكمان رجوع للبطوله ده اكيد ادالك ثقه واداك دوافع واداك حب عند جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعودنا او جماهيره بتعودنا مش مره، انا مش عايزك تقوم بدور مسرح تطلع على المسرح تقول جمله وتنزل، انا عايز استمراريه. انت جاي عشان النادي الاهلي فكر فيك، يبقى دوري 93 وكاس وافريقيا وبطوله عربيه ونخبه. النادي الاهلي بيشترك في اي بطوله ما بيطلبش انه يبقى وصيف يا اول يا لا.
ده الكابتن صالح. الوصول للقمة سهل بس الحفاظ عليه هي دي. وكان الكابتن جوهري تملي يقول لك الاستمرارية والثبات أصعب بكتير من انك انت تطلع تظهر في ماتش ولا في ماتشين وتختفي. كابتن جوهري كان يقول لي النادي الأهلي اعمل فكر اعمل لنفسك رصيد واسم في الوجود انك انت النادي الاهلي خد بطوله واثنين وثلاثه محسوبه بصفه عامه للنادي الاهلي ومحسوبه لك بصفه خاصه في التاريخ في يوم من الايام يقول لك انت حققت كام بطوله زي ما حضرتك قلت في اول الكلام. طبعا مين بقى اللعيب لما كابتن طارق قال لك يعني من الاخر كده شوف لك نادي تاني يا حديدي الراجل خلاص وقبل ما الدنيا تظبط رحت اتكلمت معاه او حبيت تفضفض معاه؟ انا تملي كنت بمشي اتكلم مع جمال يعني جمال كان اقرب واحد ليا نمشي نتكلم بس ما احب اسمع حاجه عقل قوي اسمع من كابتن اسامه او كابتن رمضان بس كنت اقول كابتن اسامه كان دبلوماسي شويه كابتن رمضان كلمته جامده مره بس مريحه جدا بس لو فكرت فيها اما كبرنا عرفنا ان هو بيدور على مصلحتك بيقول لك ارسم شخصيتك بالاسلوب الفلاني عشان هو كان طبعه كده كابتن رمضان بالظبط ممكن اروح اقول لكابتن شوبير ممكن اروح لكابتن اسامه بس هو كابتن اسامه كان بيسمع كويس قوي فكابتن اسامه هنعمل كذا 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 حبيب الناشئين احنا كنا بنقول له كده حبيب الناشئين طبعا مش ده التحدي الاول ولا الاخير بعد ما دخلت القلعه الحمراء وبعد ما عديت من الاسدين وبدل ما ترجع لهم تاني كملت وقعدت في النادي الاهلي بعد تالقك الكبير هطلع فاصل ونرجع نتواصل ونشوف بقيه التحديات اللي شافها عمرو الحديدي المدافع الصلب لحتى كانت الناس بتقول لك ده تاني شنب في الاهلي بعد كابتن ثابت البطل الله يرحمه عشان تلعب للنادي الاهلي او للانديه الكبيره عشان تبقى لعيب تقيل تقيل تقدر تشيل الفانيله الحمراء لازم يكون عندك مواصفات مهمه جدا لازم عندك قوه تحمل وتستحمل الضغوط وقعد لكم الكلمه اللي قلتها في بدايه الحلقه لمستر مانويل جوزيه قال ان التيشيرت الاحمر بيمثل تقل كبير جدا على اللعيب في ضغوط وفي احلام وفي امكانيات وفي بطولات فمش اي لعيب يقدر يلبس التيشيرت الاحمر ويؤدي بيه كابتن عمرو الحديد مدافعنا الكبير لقيته بيقول لي ده انا قعدت 16 مباراه ما بلمسهاش بتمرن وما ببصش اصلا على البورد ما بشوفش اسمي موجود ولا لان انا مسبقا عارف ان مش موجود والاصعب ان الكابتن طارق مدير الكوره رحمه الله عليه قال له على فكره يعني لو الخواجه كان عارف انك انت جاي ونقص صفقات ما كنتش هتكون فيها اصلا رساله كفيله انها تنهي حلم اي لاعب في الدنيا ما بالك هو مدافع يحتاج لفرصة ضحى بالزمالك بيروح المنتخب ما بيلعبش في النادي الأهلي ما بقاش فاهم حاجة اللي خدنا الصورة مع الأسدين وروحنا عدى التحدي الأول واجتازه وأدى بشكل كويس جدا كان وشه حلو مع الفرقة يعني استطاع هو وزملائه أنهم يحصدوا بطولة الدوري بعد غياب موسم 93-94 لكن اللعب مع النادي الأهلي في اكتر من مطب علشان تكمل وتحصد ال 20 بطوله اللي حصلتهم مع النادي الاهلي. هو استاذ ايهاب لازم الاستمراريه زي ما احنا اتفقنا. تاني سنه كان مستر هاريس خلاص حاطط الهيكل والشكل اللي هنلعب بيه. خلاص انت بقى جوه. جوه بس برضه جوه ومش جوه. جوه اداء واستمراريه مش جوه انك انت متاكد انك انت اللي هتلعب بس خلاص يبقى انت بره غيرك موجود. منافسه غيرك واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه الموضوع منتهي. في الوقت دوت احنا بنلعب في فتره الاعداد بره بيحط الشكل النهائي قبل طبعاً ما تنزل مصر هيكل الفريق طبعا بالظبط كده بعد ما مشي مستر هاريس جه مستر هولمان انت بتعيد الحلم من جديد بيبص بيقيم لا بيقيم الناس كلها خواجه الماني وخواجه انجليزي ما بيبصوش لتقارير بعض بالذات الالمان والانجليزي وحتى اي مدرب هيجي ايا كان انا عايز اشوف عايز اشوف في عينه لانه دايما بيلعب على المجموعه اللي ما بتلعبش بالظبط تعال وريني الدوافع تعال هدي لك فرصه الكل بقى فطبعا في تقرير بيتكتب من نجوم الفريق بتتعرض عليه اول مره لمستر هولمان كنا في اسكندريه في الاكاديميه
اول تقسيمه الراجل بيتعرف علينا في وجود الكابتن محسن طنطاوي، فعملت تاكلنج وقمت بالكوره، قال له مين ده؟ بس اسمه عمرو الحديدي. هو بقى خلاص بقيت انا افيونت مستر هولمان. حلو الحديدي. انت كنت مميز بحته انك تضغط جامد، تخش تعمل تاكلنج وماشي يعني، يعني وبتقف فيها وتتحرك وتلعبها يعني. لا انا ساعات كنت اخلي الفرويد يزيد ويعدي، مع ان المسافه قريبه ان انا اخدها. التاكلنج هيخلي ليك شكل تاني خالص، مع ان في خطوره انها تعدي تحصل مشكله. في الوقت اللي مستر هولمان مسك الكره اتغيرت تماما. تماما طورت بشكل مختلف. انا كنت بلعب تحت الكابتن ابراهيم، يعني بلعب ثلاثه، انا السيرد باك رايت اللي من ناحيه اليمين. تمام. كان بيطلب مني اعمل مهام وازيد من ورا كابتن ابراهيم، يعني انا اللي اعمل الاوفر لاب والحاجات دي من ورا كابتن ابراهيم. زيد، عايزك تزيد، ما تقلقش، انت مش متعود على كده، متعود على السيرد باك مان، قطع سلم واستنى. في خط في نص الملعب مهام ما تعديهوش، ما بتعديش السنت. اداني مهام ان انا ازيد، وفي ماتش فتره الاعداد كنت بجيب اجوان، لدرجه ان احنا اول سنه لينا معاه كنا في دوسندورف وكان عندنا ماتش مع هامبورج، فهو دخل شرح يا جماعه لو خسرتوا خمسه سته الشوط الاولاني ما تتضايقوش، خمسه سته احنا نادي الاهلي، بس ايه بقى هاسلر و طبعا فرويد بلغاريا لتشكوف ايه دول؟ الشوط الاولاني 2-0 لينا، كوشرو فيليكس هو مش مصدق، جاله عروض في السنه الاولى دي، هما تعادلوا معانا، انا بلعب على ليتش كوف، انت تلعب على فيرويد طبعا، وهو الراجل يعني يعني عايزه تمرينه قويه ليكوا جدا لانه مش شايف ان في امل فني. كان رضا مسك نص ملعب فرقه هامبورج جراهم وراه، كانوا بيجروا وراه المنتخب المانيا، فمن هنا خلاص سبت في فكر الخواجه زي ما بيقولوا، وعرف انت ايه اللي انت عايزه. بقى قبل الماتش يجي مستر هولمان كابتن محسن طنطاوي عايز يقول لي اعمل واحد اثنين ثلاثه، اما انت بتحس ان خواجه وبيجيبك وبيتكلم معاك وبيشرح لك عامل نفسي مهم مصري او اجنبي، انت خلاص يعني كان بياخد ويدي معاك. هايل هايل. انا عمري ما هنسى واحنا في البطوله العربيه في السعوديه، كان الكابتن ابراهيم حسن عنده كسر في الفك وانا عندي مزق في العضله الاماميه، الاصابه اللي كانت عند الكابتن طاهر ابو زيد وما كنتش بتحرك، اللي بطلت الكابتن طاهر. وكمان الدكتور يحيى بهجت وصمم ان انا اسافر، طب انا هسافر اعمل ايه؟ فكابتن ثابت قال لي هو عايزك تسافر وبالمره اعمل عمره وتيجي معانا، قلت له خلاص ماشي. كان بقى لي مثلا حوالي 21 يوم ما بلعبش، سافرت وقعدت، ففجاه لقيته جه بالليل، انا قاعد مع الكابتن ابراهيم فلقيته جه حوالي صلاه الفجر بيقول لي الدكتور الكابتن محسن عمرو هيلعب بكره. ايه العب ايه؟ انا جاي ما اتفقناش على أنا كده، انا جاي اكل واعمل عمره وادعي له واعمل عمره وبس. قال لا انت هتلعب ماتش الهلال. قلت له يعني انا ازاي يعني كده خالص؟ انت بتكلمني في اجمد فرقه في السعوديه. طبعا يوسف السنيان وليتانا سيرد باك منتخب غانا. قلت له خلاص مش هينفع يعني. فكابتن ابراهيم حسن قال لي يلا هنلعب وربنا يسهل. لعبنا. فانا الدكتور لف لي رجلي، ففي لقطه حصلت قبل الماتش يعني دي عمري ما هنساها، انا ووليد واحمد عبد الفتاح. انا كان نظري ضعيف قبل ما اعمل عمليه، فوليد معدي واحمد، فانا ندهت احمد على ان هو وليد. قال لي ايه ده انت مش شايفني؟ قلت له بس قول له انت انت مصاب فين؟ انا نازل دلوقتي اسخن. قال لي انت مش واخد بالك؟ قلت له خلاص عديها. كان احمد عبد الفتاح قلت له عديها ما تدققش. فكان تملي كل تعليق عن كل مباراه في البطوله العربيه بيتكلموا عن لتانا سيرد باك الهلال هو اللي بيجيب اجوان بيزيد طبعا كل كورنر طويل بقى طبعا ايه ده عيب ولا كوره عاليه ولا كره رغم ان انا بقالي 21 يوم ما بلعبش واصابه ومش عايز تدوس على رجلك وتعمل جامب عالي. كسبنا 1-0. كان اللي ماسك الهلال كاسبر زاك مدرب منتخب تونس. فكم لقطه كده كل ما تيجي لقطه عليا المذيع يقول لك والله للحديدي مكشر مش عايز يضحك، انا بلعب مان مش بضحك خالص. الحديدي مكشر، بص لن يبتسم مكشر خلاص. كسبنا كان هدف فيليكس،
فتاني يوم احنا بنعمل العمره، فالامن اللي واقف حوالين الكعبه موجودين. فين الحديدي؟ فعامل ازاي الحديدي المكشر؟ خلاص بقيت انا موجود في السعوديه بالمكشر، مش عمرو الحديدي بتاع النادي الاهلي. ذكريات حلوه وذكريات قويه. الفتره دي كان فيها فتره تالق واضح جدا، وزي ما انت قلت الكره اتطورت ومشيت بشكل كبير جدا. اكتر حاجه شفتها في المدربين الاجانب اللي ضربوك في الفتره دي؟ مستر هاريس بيحب القوه قوي والالتزام بتعليماته كمان. مستر هولمان انت وانت معاك الكره مفيد مش في المان بس، في انك تزيد وتقدر تعمل مهام زميلك اللي مراقب في نص الملعب. تبدا بقى كره الاهلي اللي بدات كده من تحت. بالظبط كده. مستر تسوبل نفس المواصفات بس اقل من مستر هولمان. نفس المواصفات بس اقل من مستر هولمان. فانت ما كنت بتروح المنتخب مدرسه ثالثه، مستر راوتر مستر كرول مدرسه ثالثه هولنديه عايزه الطاحونه في نص الملعب. لا الالمان انت بتنقل بجميع خطوطك، وهو ده سمه النادي الاهلي. التحضير من ورا نص ملعب، توزع على الفراوده بجمل تكتيكيه معينه. اكتر حاجه عمرو الحديدي كان بيشوفها في النادي الاهلي ويطبقها في منتخب مصر؟ الروح. الروح. روح الفنانه الحمراء دي لا جدال. بص روح الفنانه الحمراء زي بالظبط المريض اللي داخل العنايه المركزه. المريض اللي في العنايه المركزه لو شلت الاجهزه من على وشه فقد وعيه. ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عنايه مركزه ثانيه خالص. كل حاجه فيها تركيز، هي اسمها عنايه مركزه، كلها تركيز. ايه اللقطات اللي تفتكرها من روح الفلينة الحمراء والمباريات اللي كان فيها صعوبات وكسبتوها بشكل معين في وقت معين، او بطوله كانت رايحه وتحولت؟ ماتش نهائي افريقيا، افريكا سبور هناك، وانا اول مره اسافر واول مره اشوف خنازير بتتذبح واول مره اشوف كاهن واول مره اسمع الاجواء اللي احنا شفناها. الشعوذه السمراء بقى بالظبط، والفرقه مصممه ان هي تلبس احمر واحنا نلبس اخضر، واجواء من رئيس بعثه للكابتن طارق للفرقه للكابتن علاء وبيرا قران للكابتن شوبير للكابتن شوقي للكابتن اكرامي، كل الناس بتهيأ لك مناخ انك تكسب. وهي اصلا كان عارف لما تروح قبلها بيومين وهو بيجيب لك الماتش بتاع الاهلي وافريكا سبور 3-0 للافريكا سبور 3-0 السنتين اللي قبلها، فانت بتقول اول بطوله ليا افريقيا طبعا. فبرضه قال لي هتلعب، ما كانش بيلعب الا باربعه بس، لا هنلعب 3-5-2. لعبت على فيرود قوه جسمانيه غير عاديه طبعا. احمد وطاره طبعا. وكان عندهم لعيب في نص الملعب راح ريال مدريد اسمه الان سيرجي ماجي، يعني اجسام غير عاديه. لا اجسام وفنيات لعيبه كانت عاليه جدا. بس اقول لك حاجه كابتن ايهاب، عارف بقى ما يبقى جنبك كابتن ابراهيم حسن ولا يهمك انت النادي الاهلي، عارف هو اللي بيفوقك. الفنانه الحمراء اللي انت بتقول عليها. اه بالظبط كابتن علاء، عمرو مالكش دعوه بينا، مش هنسى، خليك في نص في القلب، الكور العاليه انت اللي هتسهل علينا، ما تخرجش بره ال 18، عارف مهام غير التزامك، مهام خارجيه وتحفيز طول ال 90 دقيقه، واما ربنا يكرمك بهدف عبد الجليل انت وصلت لك ارتاحيه معينه انك انت ملكت 50% من زمام الماتش، ابتدينا يبقى شكلنا حلو. عدى الشوط الاولاني 1-0. تلعب كوره. الفصل الاولاني خلص. الفصل الثاني في مصر بقى. استاد القاهره. الرئيس حسني مبارك. كابتن صالح. هرفع كاس افريقيا، هطلع اسلم على الناس دي. ممكن الواحد يقول باسلوب بيجمل فيه الكلام، لا هطلع سلام على الكابتن صالح، ادي الصفقه اللي انت جبتها مش انا لوحدي، انا وجمال وياسر وفهمي الله يرحمه وفيليكس طالعين نقول احنا موجودين. كابتن صالح خالص في الفترات اللي فاتت انا مش في اي لقاء. انا هي مره واحده وانا بوقع كان باشمهندس عادلي، كان الساعه 4 الفجر، وافقت يا عمرو خلاص هتمضي؟ فمضيت، فدخل الكاب صالح قال لي انت عارف ده مين؟ قلت له اه طبعا عارفه. كاب صالح سليم. قال لي انت عارف ده مين؟ قلت له عارفه بتاع فيلم الشموع السوداء. كاب صالح قام ضاحك. كان باشمهندس عادل ضحك، فقال لي افتح الاوضه دي، فتحت لقيت مجدي اخويا والدي الله يرحمه، قال لي دول مضوا قبلك ونفس اللي انت قلته حصل،
امضي يا عمرو انت عايز فلوس طول لا العب في النادي الاهلي منوت حياتي اخش النادي الاهلي. اتكتبت كده في الطبعه الاولى صالح سليم يخطف الحديدي قبل المغادره لاجراء الجراحه في لندن. جرادي عندي كلمه كان امنيه حياتي ان انا اكتر مانشيت ده عجبك قوي امنيه حياتي ان اسم ابويا يكبر واسعد اهلي اسم ابويا يكبر وكان للحديدي راي اخر الحديدي ينقص حمل اللقب. محتفظ بالمانشيتات دي هتعوز ايه تاني وانا محترف في عجمان المصري الحديدي يعلم العمانيين العجماويين اللي هم العجمان انا اللعيب المصري الوحيد اللي خدت كابتن الفريق يعني اداء والروح والروح. بص يا كابتن ايهاب في جمله عمري ما انساها الله يرحمه الكابتن طه بصري كابتن انور اما الكابتن طه طلبني العب تمام ماتشات الصعود بتوع انبي كابتن انور قال له كده هيلم لك الناس كلها حواليك هيلم لك لعيبتك هتحس ان التمام ماتشات بال 24 بونت فعلا ده حصل احنا جبنا 22 بونت من 24 وصعدنا معالي الوزير سامح فهمي بيقول لي طلباتكم ايه؟ قلت له الناس دي كلها عايزه تتعين في البترول. يعني واضح انا اللي بتكلم طبعا يعني هم اللي بيقولوا كان اسامه حسن وسيد عبد النعيم وسمير صبري وعبد الحميد ميدو وشنح انا اللي بتكلم وحماده يوسف كابتن عمرو اللي هيقوله هيصه انا اللي بتكلم بنقعد بالليل ناكل ونشرب اللي الاهل علمهوني نقلته لهم اللي الاهل علمهوني نقلته في عجمان وصعدنا لدوري ممتاز الاهل علمهوني كنا رابع في الدوري اما رحت الشرقيه زقازيق مع الكابتن عمرو سلامه الاهل علمهوني مع الاتحاد السكندري في وجود الكابتن عطيس وبعدين الكابتن زيزو خامس دوري الاهلي بيعلمه لك بتعلمه الناس كلها الاهلي في كل مكان بلعبته بنجومه بتواجده اصعب كليه الناس بتتمنى تدرس فيها جامعه امريكيه صح ده النادي الاهلي النادي الاهلي جامعه امريكيه النادي الاهلي مجلس الشعب النادي الاهلي قيمه ليها اسم ملهاش نهايه النادي الاهلي هو النادي الاهلي هاخدك من الذكريات وهنتكلم بقى عن النادي الاهلي اليومين دول والدوري والاجواء تحسن من قبلها بكتير وروح الفالنه الحمراء اللي انت اتكلمت عليها لكن بعد ما نسمع تقرير عن الدوري ونرجع نتواصل. الدوري السنه دي طبعا النادي الاهلي حاسمه من زمان وهو مش ضعيف كويس بس نقص الجمهور طبعا اهم حاجه طب هو هيفرق اكتر مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله لما الجمهور يرجع يعني مش حاجه تهمني في الدوري اكتر من ان النادي الاهلي هو دايما يكون كسبان هو ده اللي اكتر حاجه تهمني ازارو اللي عجبني طبعا المدرب الفني حاجه ممتازه يعني فربنا يوفقه مش هقدر اقول اكتر من كده ان النادي الدوري يعني الدوري كله كويس الدوري الاهلي كل سنه بيحسمه بدري قوي 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 يعني ف يعني التشكيله اصلا بتاعت الاهلي عجبتني جدا جدا في الدوري طبعا التشكيله اللي انتظم عليها حسام كانت جميله واللي فضل شغال بيها الفتره اللي فاتت دي كلها كانت كويسه جدا النادي الاهلي كان بيلعب باصرار وعزيمه وروح كلهم مع بعض وكده والحمد لله خد الدوري طبعا اكيد يعني الاهلي طبعا كان يعني مستواه ثابت الحمد لله طول الماتشات الدوري وطبعا عاجبني دلوقتي حكايه التنافس على المركز الثاني دلوقتي اللي هو بدل ما كان الاول يعني المنافسه على المركز الاول اصبح دلوقتي المنافسه على المركز الثاني اقوى من فدي حاجه شيء غريب يعني شيء على ده وطبعا بالنسبه يعني حكايه الهبوط دي بردك مرحله تانية فيها تنافس جامد يعني الدوري كان هو كان قوي بس الاهلي الحمد لله سيطر عليه من البدايه لان بفارق المستوى والخبره بتاعه اللعيبه بتاعته الحمد لله سيطروا عليه من البدايه دوري تقليدي عادي جدا والنتيجه معروفه مسبقا ان شاء الله الاهلي هو اللي هياخدها وما فيش جديد لان ما فيش منافسين انا اتمنى ان يكون في منافسه يعني انا بجد نفسي يبقى الزمالك او الفرقه الثانيه مستوى احسن من كده عشان نحس ان في منافسه لكن احنا بنحس ان هو موضوع تحصيل حاصل والله الموسم يعني ما فيهوش اي حاجه هو الاهلي كالعاده هو البطل
وما شفناش اي مستويات، حتى كانت السنه فاتت في السنين فاتت في منافسه، السنه دي ما فيش اي منافسه خالص، ما استفدناش اي حاجه من الدوري غير ان الاهلي بطل كالعاده. هو الدوري السنه دي قوي جدا والفرق كلها بتنافس، حتى الفرق اللي هي في القاع هيبقى في منافسه قويه جدا. طبعا الاهلي متصدر الدوري بفرق كبير عن الاقرب المنافسين للزمالك او كان الاسماعيلي او المصري، ما فيش نسبه يعني ما بين الفرق. تقرير في ثقه من جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. طبعا دوري محسوم من بدري، لكن ده ما يدلش ان الدوري سهل او الدنيا يعني مشيت بهذه السهوله، رغم ان في منافسات بشكل كبير جدا ولسه المركز الثاني لم يحسم والدوري ماشي بشكل كويس بعيدا عن حسم النادي الاهلي اللقب. يا كابتن خدت بالك كابتن ايهاب في التقرير جمله الشيخ قال لك احنا وقال جملتين مميزين، قال لك احنا نسب لنفسه كيان النادي الاهلي ان هو احد اضلاعه، احنا قال احنا وقال لك في منافسه على المركز الثاني احنا، يعني بيتكلم بلغه مدير فني، بلغه عضو مجلس اداره، بلغه لاعب، احنا النادي الاهلي عملنا. حتى جماهير النادي الاهلي اسم النادي الاهلي وروح النادي الاهلي انطبعت على مجلس اداره، انطبعت على اللعيبه، انطبعت على جماهير، انطبعت على الصغير والكبير، محبين النادي الاهلي بينتمي للكيان بنفس المسمى بنفس القوه. مين اللي ده القوه دي؟ اسم النادي الاهلي. شفت الدوري السنه دي ازاي يا كابتن؟ بص كابتن ايهاب، كابتن حسام منظم، الناس كانت معترضه على حاجات كتير قوي. كابتن حسام مش بيسمع، هو عارف جهازه الفني كابتن سيد وكابتن ايوب وكابتن طارق وكابتن سيد معوض هيشتغل ازاي، لدرجه ان موضوع وليد ازارو والاحاديث انا اتراهنت على الموضوع ده. قلت لهم هيبقى احسن فرد في مصر وهيبقى هداف، بس هي لقطه لقطته امتى او قلت امتى ان ازارو هو اللي هيكون الهداف وهيثبت نفسه؟ خدت بالك من تحركاته؟ انا راجل سرد باك، ما بلعب على واحد بيتحرك كتير بالاسلوب ده، شيء مقلق. بس هو بيقول ايه؟ لسه الكيمياء بتاعته مع عبد الله السعيد، مع اجاي، مع مؤمن، مع وليد، لغايه اما ابتسمت ليه اداته اللي هو عايزه، زي بالظبط ايام مستر مانويل فلافيو. مره الهدف الشهير بالراس من الخلف ماتش المحله، بعد كده بقى الفرود اللي النادي الاهلي ما يقدرش يستغنى عنه. فلافيو كان شويه باين، انما ازارو في البدايه خد نقد كبير جدا، لكن اثبت ان هو مهاجم قوي ومهاجم يستحقه. لما بقى في مدافع بحجمك ويقول انا من الاول لقطه وشايفه، شاف تحركاته، شاف اللي يبقى عنده، بس ياخد الثقه ويدي. احنا بنتكلم كمتفرجين وابناء النادي الاهلي بنشوف ده. لا كابتن حسام، كابتن حسام شايف اقتناع تام، اداء، فكر، اسلوب، تنفيذ، ومقتنع بالامتداد. مره ملوش دعوه باللي بيحصل حواليه، الثانيه ما هدفش، الثالثه، لغايه اما كابتن وليد كافئ كابتن حسام، انت صبرت عليا كتير لغايه اما خرجت. تحسب للكابتن حسام طبعا، كان ممكن اي مدير فني تاني يزهق بدري كده وخلاص يعني، والضغوط وكلام كتير جدا. مش وليد بس، واجاي اول لما بدا بالظبط، وليد والغيار المفيد، انا بقولها تملي، وليد والغيار المفيد. خش انت بقى في المانشيتات بتاعتنا. ماشي ماشي، كمل. حلو حلو. يعني وليد بيدور على كابتن حسام، بينزله ال 25 ال 30 دقيقه بيحل. اجاي نفس الكلام، مؤمن نفس الكلام، ندفت نفس الكلام، ايام رمضان، عارف في حاجات معينه كده النادي الاهلي بيطبع لعيبته كلها في وقت واحد. في وقت واحد، يعني في ناس كتير حصل نقد من الكابتن حسام للجماهير على مؤمن مؤمن مؤمن، لما كان مؤمن يجيب جون يوم راح لهم يقول لهم انا. طب تعال بقى نشوف مؤمن ورفاقه في الدوري السعودي عاملين ايه، عشان كده هنطلع معانا تليفون لناقدنا الرياضي والاعلامي المتميز الاستاذ علي مسعود مدير تحرير الرياضي السعودي. السلام عليكم يا استاذ علي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير استاذ ايهاب، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ عمرو الحديدي. تحياتي ليك طبعا ومشاهدي قناه الاهلي، وتحيات كابتن عمرو، والحديث على لاعب النادي الاهلي ومؤمن ورفاقه وتجربه جديده
من لعيبة النادي الأهلي في الدوري السعودي على مستوى الإعارات والتواجد في مسابقة الدوري السعودي اللي طبعا هي مسابقة قوية ومسابقة مهمة. بالتأكيد خليني بس أبدأ من نقطة أنت انتهيتوا عندها، كنت بتتكلموا على مؤمن زكريا. أعتقد أحدث حاجة دلوقتي من مسؤولي النادي الأهلي جدة الأهلي السعودي طلبوا بعث النهاردة رسميا يطلبوا تمديد إعارة كابتن مؤمن زكريا. أتصور أن الخبر يمكن لسه لم يتم تداوله بشكل كبير، لسه النهارده الطلب أرسل من ساعات من الخبر ده لسه جديد. أنا بقول لك أن الخبر ده لسه جديد وأنا بنسمعه لأول مرة هنا. بالظبط، أرسل من النادي الأهلي إلى والموضوع طبعا برمته في إيد الكابتن حسام البدري، لأن مسألة الأهلي بعد المستويات اللي قدمها مؤمن زكريا خلال السنة دي وخلال النصف الثاني يعني خلال من يناير لو انتقل الأهلي من يناير، أعتقد إنه حس بجدوى تواجده معه خلال الفترة المقبلة. الأهلي سجل مؤمن زكريا في القائمة الآسيوية وعنده مشوار آسيوي طويل وهو بيتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، فإذا هو في حاجة ماسة إلى تواجد مؤمن زكريا. وأعتقد إن نيته من البداية في تسجيل مؤمن زكريا على حساب اثنين من نجوم الفريق الكبار زي عمر السومة ولاعب ثاني اللاعب يوناني. طبعا عمر السومة طبعا كان عنده الإصابة طبعا، فبالتالي كان الإصابة فده دفع الأهلي برضو إنه يغامر في دوري المجموعات الفترة الأولى بإنه يبعده، رغم إن عمر السومة رجع من مباراتين بدأ يشارك رسميا في الدوري المحلي. بالظبط، فتضحيته بعمر السومة ولاعب بيتفا اليوناني لحساب مؤمن زكريا دليل قوي على إصرار النادي الأهلي هنا وإدارة النادي الأهلي على استمرار مؤمن زكريا خلال الموسم المقبل. أعتقد الأمر كله برمته في قلب الأهلي المصري، لأنه هم الجهاز الفني أو لجنة الكورة هم القادرين على تحديد إمكانية بقائه هنا في أهلي جدة لو كان العرض يستاهل. أنا شخصيا قلت قبل كده وكتبت بإن لو كان العرض مجدي أعتقد إن الفرصة الأهلي المصري لا يقف على أي لاعب وقادر على إنه يتجاوز أي مرحلة، والأهلي ومؤمن هنا فقير من سفراء الكرة المصرية اللي بيلعبوا دور كبير جدا في تحسين صورة اللاعب المصري بالخارج. أكيد فضل كمل حضرتك. أرجع لسؤالك للأهلي، يعني رغم إن إحنا بنتكلم بشكل إيجابي عن الأهلي عن مؤمن، لكن للأسف الأهلي جدا الأسبوع ده بيعيش ظروف سيئة، إنه خرج يوم الجمعة من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. مظبوط. اللي بيسموه كأس الأبطال هنا. ودي البطولة اللي الأهلي يحمل لقبها واللي الأهلي كان يسعى للدفاع عنها، وكانت المهمة سهلة جدا لأنه خرج قدام فريق الفيصلي اللي فيه لاعبنا برضه لاعب الأهلي صالح جمعة، وخرج بتقنية الفيديو، يعني الأهلي كان فيه هدف مشكوك فيه سجله نادي الفيصلي، احتكموا لتقنية الفيديو اللي أكدت إن الكرة تجاوزت خط المرمى وخرج الاهلي. واعتقد النادي الاهلي يعيش في فتره في ردود فعل سيئه وعنيفه، البعض يطالب باقاله المدرب ريبروف الاوكراني، البعض الثاني بيطالب باعاده نظر، خصوصا ان الاهلي لم يعد امامه غير مباراتين فقط، مباراه الهلال الاسبوع ده في الدوري تمام، ومباراه ثانيه وعنده تحدي كبير بانه هو في المركز الثاني واقل بنقطه واحده عن الهلال، عندهم مباراه مواجهه مباشره نهايه الاسبوع يوم الخميس هتحدد لو فوز الاهلي هيدي له فرصه بنسبه يمكن 70 80% في تحقيق البطوله، لكن تعادله او خسارته بيعني بشكل كبير قوي ضياع البطوله، يمكن برضه ده مؤشر على المنافسه المستمره حتى اللحظه دي. طبعا هنا في طبعا ودي قوه الدوري السعودي، لكن استاذ علي اكيد الاعلام السعودي يعني راقب تجربه لعيبه النادي الاهلي، تقييم شامل لبعض اللاعبين، مؤمن في تمديد للاعاره، ماذا عن باقي اللاعبين؟ اتصور ان خمس خماسي لاعبي الاهلي اللي هم انتقلوا في فتره الانتقالات الشتويه ماشيين بشكل رائع جدا، بيشاركوا يعني ان احنا كل عارف قوه الدوري السعودي وان الدوري بقى فيه سبع اجانب بيشاركوا سته فقط داخل الملعب، ففي منافسه شديده والانديه حريصه على انها تستقطب لاعبين من اوروبا وتستقطب لاعبين بمبالغ كبيره، ورغم ذلك بالنسبه لصالح جمعه بيأدي مستويات ممتازه جدا مع الفيصلي، مستوى بيتطور من مباراه لاخرى، بيلعب دور كبير جدا في المستويات المبهره اللي الفيصلي تأهل لاول مره في تاريخه
السنه دي لنهائي كاس الملك هيلعب مع اتحاد جده اللي لسه مباراته خلصت من دقائق مع الباطن كسب 6-2. طبعا اتحاد جده برده في كهربا محمود كهربا صحيح ما سجلش النهارده لكن لعب دور رئيسي من مع زملائه في تحقيق الفوز. الفيصلي اللي فيه صالح جمعه لاول مره في تاريخه بوجود صالح جمعه هيلعب نهائي كاس الملك بعد ثلاث اسابيع من الان قدام اتحاد جده. طبعا مؤمن زكريا اتكلمنا على ان رغبه الاهلي في التجديد معاه قيمته الفنيه الكبيره في الفريق. بالنسبه للاكتفاء عنده اثنين من اهم نجوم النادي الاهلي اللي هم احمد الشيخ وحسين السيد، الاثنين يعتبروا رقمين مهمين جدا في الفريق. طبعا الدوري السعودي متوقف من ثلاث اسابيع، اسبوعين عشان الرزنامه الدوليه والاسبوع ده عشان كاس الملك. الاثنين ما لعبوش، لكن الفتره من يناير لدلوقتي على مدار الثلاث شهور الاثنين اثبتوا قدر. حسين السيد بالتحديد هو اكثر لاعب مصري شارك من يناير لغايه دلوقتي، هو اعلى اللاعبين مشاركه بشكل اساسي في المباريات جميع اللي لعب المباريات، وهو اكثر المشاركين في ده اعتقد تجاوزت ونال اشاده كبيره من الاعلام السعودي. وخلينا نقف هنا عند نقطه مهمه في ظل التوقف اللي فات والشكل اللي ظهر بيه المنتخب السعودي اللي كان غير مرضي تماما لجماهير السعوديه، وان البعض ابتدى يقول لك ان الدوري السعودي دوري ضعيف رغم المنافسه. انا بقول لك انه دوري قوي، ولكن تناسى البعض ان معظم قوام المنتخب السعودي من اللاعبين اللي تمت اعارتهم للدوريات الاوروبيه لكنهم لم يشاركوا في الفتره الاخيره، وظهر المنتخب السعودي فنيا بشكل ضعيف. طبعا ده صحيح، كلام حضرتك صحيح، هو تم اعاره لاعبي في اطار خطه للهيئه العامه للرياضه انها يعني تسعى لتطوير مستوى اللاعبين. قامت باعاره 7 لاعبين للدوري الاسباني، منهم 3 في المنتخب اللي هم فهد المولد وعبد العزيز الدوسري ويحيى الشهري. الـ3 اعتقد كان يمكن في المباراه الاولى اللي السعوديه فيها اتعادلت 1-1 اعتقد مع اوكرانيا لعبوا بشكل جيد، وفهد المولد اللي هو بيلعب سجل هدف السعوديه الوحيد. مباراه بلجيكا اعتقد برضه ليها ظروف يعني مختلفه طبعا شويه، ودائما المباريات التجريبيه بتبقى الهدف الاساسي مش النتائج بقدر ما هو تجريب عدد كبير. اعتقد من الصعب اثناء مؤشر رغم انها تركت صدى كبير وتركت ردود فعل من اعلى سلطه هنا في ان هم قالوا لازم نعيد النظر. واعتقد من ضمن النتائج ان هم ليه هيلعبوا كاس الملك كاملا بدون اللاعبين الدوليين، عايزين يفرغوا اللاعبين الدوليين بشكل كبير عشان يتعمل معسكر طويل. تم اعاده النظر بشكل كبير في برنامج الاعداد لكاس العالم، وتصور الفتره الجايه هتشهد الاتفاق مع عدد برضه من المنتخبات. السعوديه هتلعب اخر مباراه ليها قبل ما تشارك مباشره مع المانيا. تمام. اعتقد قبل اسبوع او 10 ايام فقط من مباراتها الافتتاحيه مع روسيا. طبعا السعوديه عندها فرصه تاريخيه لا تتكرر كثيرا انها تلعب مباراه افتتاح كاس العالم 2018. المنتخب في جدل كبير طبعا، دي حادث حاليا، يمكن تركي آل الشيخ اللي هو رئيس الشرف النادي الاهلي ورئيس الهيئه العامه للرياضه ورئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد العربي لكره القدم اول من عبر عن استياءه من مستوى المنتخب. طبعا اعترض كتير وقال ان ما تلوموناش بعد كده لو فرغنا لاعيبه المنتخب. انتقد مستوياته، واعتقد مهاجم المنتخب السعودي يعتبر الاول محمد السهلاوي تدخل. هو طبعا الاداء الفني كان واضح طبعا، وكان اكيد كان في نقد، وكانت طبعا تدوين التركي الشيخ دي نابعه من سخط الجماهير السعوديه. طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب السعودي في مبارياته طبعا باستثناء مباراته امام المنتخب المصري. بشكرك الاستاذ علي مسعود ناقدنا الرياضي المتميز من السعوديه ومدير تحرير الرياضي السعودي، شكرا ليك. طبعا تجربه مميزه للاعبتنا، لكن كنا بنتكلم في جزئيه مهمه ووضحت معايا وخدت من تقرير الجماهير وقلت ان الجماهير عندها ثقه كبيره في النادي الاهلي. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها اللعيبه اللي النادي الاهلي طلعها في السعوديه، كان سهل قوي ان يطلعها اعاره في اي نادي في مصر. لا، وجهه نظر كابتن محمود ربنا يديله الصحه ويشفيه ويجي بالف سلامه. احنا المدرسه اللي بتعمل الجديد اللي بيبقى مصدر التقليد من النادي الاهلي، نجاح عمرو بركات واحمد الشيخ وحسين السيد ومؤمن وعماد وقبلهم حسام غالي، ده شيء ناجح بكل المقاييس. ان احنا مش ناجحين في الاحتراف في الدول العربيه،
مش ناجحين. دي رسالة للاعيب المصري. اه طبعا احنا شفنا اهو احنا اتغير المفهوم عربيا واوروبيا. عربيا لكم لعيبه النادي الاهلي اللي في الدوري السعودي طبعا، اوروبيا ربنا يديله الصحه ويكرمه محمد صلاح ورمضان وكل الاسماء الموجوده ومحمدي وورده يعني احنا بنشوف نفسنا كل اللعيبه تبقى محترفه. قوائم المنتخب 25 30 كلهم محترفين. اداء رائع لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي وهداف الدوري الانجليزي وداخل على هداف اوروبا بيأدي بشكل كويس، الهداف التاريخي للافارقه بالتعادل مع دروكبا ب 29 هدف، يعني ارقام كبيره بيحطمها محمد صلاح باداء مميز جدا وبشكل لاقي جدا وتجديد صوره اللاعب المصري المحترف في اوروبا كلها. كابتن ايهاب الالتزام من شخصيته نفسها ما بتحسش باي حاجه هو بيعملها غير ان هو في الملعب. امور محمد الخاصه ما بيحبش يعلن عنها. امور محمد الطيبه اللي نابعة من جواه ما بيحبش يعلن عنها. هدوءه، التزامه، تركيزه، رسالته كسفير لمصر في انجلترا باينه. يعني صدق سيادة الرئيس لما قال له محمد شكرا انك فرحت ال 104 مليون. انت حملتني اصعب من اللي انا عملته. انا موجود في ليفربول بكرر وبعمل برنامج ليا انا محمد صلاح الدول الاوروبيه كلها تشوفه من ولاده الصغيرين ان هم بيقلدوا محمد. احنا متعودين ان احنا هنقلد ميسي كريستيانو نيمار، لا بقى محمد دلوقتي محمد صلاح ربنا يكرمه. بس واحد من افضل ثلاث لعيبه على مستوى العالم. بس خلاص احنا وصل اللي هو عايزه وربنا يكرمه ويكفيه. ربنا يحميه الفتره دي اللي جاي. ايه طبعا اللي جاي من ناديه ولمنتخب بلاده ولشخصيته ولاهله ربنا يوفقه في اللي هو ماشي فيه، الالتزام والتركيز والروح الجميله اللي احنا بنشوفها في كل بالظبط مباريات محمد صلاح. المزيد باذن الله وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. الدفاع المصري دايما بخير وفي مدافعين يعني صلباء ومدافعين على مدار التاريخ بيأدوا بشكل كويس وكلهم لعيبه كره، لكن تحس ان الفتره الاخيره دي مدافعين في ندره شويه في المواهب الدفاعيه. حتى منتخب مصر بيعاني الفتره اللي فاتت، الانديه الكبيره بتعاني الاخطاء الدفاعيه كتيره. اي كره عرضيه النهارده بتمثل خطوره كبيره على المنتخب المصري. بص يا استاذ ايهاب في حاجه مهمه جدا اسمها التدريبات التخصصيه. مهما كنت انا اسم كبير ومهما لعبت في تدريبات تخصصيه، يعني ايامنا احنا كان الكابتن ماهر يجي هنعمل كذا. ما انا جاي نجم. جمال نجم، كابتن علاء رأف صادق، كابتن محمود ابو الدهب، كابتن كمونه، كابتن يوسف، مشير، ايوب. بس التدريبات التخصصيه ايه المشكله اما اتمرن تدريبات تخصصيه مع احد اللعيبه اللي هيبقى اجمد منه؟ مش هلاقي اجمد منه في الفرقه اللي العب قدامها. انا وانا شغال مدرب، ويمكن محمد صلاح بيحكي التدريبات التخصصيه، المواقف الايجابيه، مش حاجه اسمها في التدريب خفيف خفيف سلبي، لا مواقف ايجابيه في الملعب. هي كله بوزيشن في الملعب ليه التدريبات بتاعته. المثل الصغير للماتش، التركيز اللي انا بحطه، التركيز الذهني اللي انا بحطه للاعب اثناء التدريب هو الامتداد للمباراه. عمرو الحريري شايف مين افضل مدافع في مصر هذا الموسم؟ والله بص يعني سعد قبل ما يتعور. سعد قبل ما يتعور. نجيب لفترات. محمود حمدي الونش بدون العنف عشان محمود ده من ولادي. انا اللي جبته نادي الجيش. علي جبر بالتزامه بتاع بطوله الامم هو حجازي. يعني نفسي حجازي وعلي زي ما انتوا في انديتكم بالتركيز اللي بتقول انا هكمل في النادي دوت والدوله اللي انا فيها وانتمائي للفريق انا بلعب ليه، خلي تركيزك زي بطوله الامم اللي بهرتونا انتوا الاثنين بادائكم، يبقى هو نفس التركيز والانبهار اللي احنا هنشوفه في كاس العالم اللي جاي. الوقت بيعدي معاك بسرعه كابتن عمرو، سعيد ان انت كنت مشرفني النهارده، انت موجود في بيتك واحنا اللي ضيوف عليكم هنا طبعا في قناه النادي الاهلي، وحابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك. شكرا يا كابتن ايهاب وشكرا لفريق الاعداد، وهو ده النادي الاهلي في كل مكان. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا. شكرا كابتن عمرو، شرفتني النهارده. شكرا كابتن ايهاب. شكرا. واحد من مدافعين النادي الاهلي الكبار، النادي الاهلي طبعا بنجومه سواء كانوا في كل خطوطه على مستوى الملعب او في كل العابه، مش في كره القدم بس، الاهلي في كل مكان، وشفنا لعيبه النادي الاهلي في السعوديه من خلال
مداخلة ناقدنا الرياضي علي مسعود. الفقرة دي انتهت، لكن لسه عندنا فقرة مهمة بعد ما نشوف تقرير مع الجماهير وفاصل. أستاذة الناس مظهر بعد الفاصل. مش بالضروره الدوري يرجع السنه دي او السنه الجايه، بالضروره ان احنا نطبق التعليمات اللي هي تؤمن دخول الجمهور، وبعد كده نحدد التاريخ. يعني في الاول نقول متطلبات الفيفا ايه والقواعد الامنه لدخول الجمهور، وحرصا على سلامه الناس. بعد ما نحقق الكلام ده في الاستادات يبقى ممكن ان احنا نرجع الجمهور. اما ان احنا نحط تاريخ وكل مره نرجع لنفس التاريخ ونقول ان احنا لسه ما استوفيناش الشروط، يبقى ده مش مفضل من وجهه نظري انا. انا شايف ان حرمان الجمهور دلوقتي بقى يعني طول شويه، وبعدين هي اعتبارات امنيه قبل اي شيء. يعني الاعتبارات الامنيه هي لها الاولويه الاولى في الموضوع. يعني لابد ان يكون تبقى في، يعني هقولها في منتهى البساطه، تبقى نقابات موجوده للجماهير بتاعه كل نادي. يعني بنسميها النقابه، هي اصلا كلمه رابطه جايه من النقاب، خلي بال حضرتك. تبقى في روابط موجوده ويبقى تسجيل. يعني انا عايز ارتقي بالفكر ان كل مشجع ينتمي لاي نادي من الانديه يبقى لها دور كبير جدا في انها تسجله تسجيل رسمي عندها. لازم تفعيل القوانين، يعني مهم جدا ان في قوانين ملزمه ومعلنه لكل الجمهور الناس كلها وتطبق. يعني لازم ان هي تطبق بحذافيرها، يبقى الناس كل واحد عارف التزاماته ايه وحدوده ايه في كل حاجه في كل هذا الموضوع. ولو ما تطبقش القوانين من البدايه خالص يبقى بلاش من الموضوع خالص. احنا برضو في غنى ان احنا تحصل اي مشاكل تاني في الموضوع. لكن اذا طبق القانون في اول مخالفه مع اي حد مخالف في البدايه، ده هيكون اكيد رادع لكل الناس ولكل الجمهور وكل جمهور مصر بالكامل ان هو يلتزم بالالتزامات والواجبات اللي عليه. جمهور يشجع بدون اي شروط. انا عايز كوره، عايز يشجع كوره. اي حاجه غير الكوره مرفوضه. احنا نشجع الكوره اللي بتتلعب كوره حلوه، نشجع النادي اللي بنحبه بعيد بقى عن اي حاجات تانية. والله لو عرفنا نقنن الموضوع دوت يبقى كده احنا عملنا كل حاجه. اول حاجه الانضباط، الجمهور لازم يكون منضبط، لازم نحترم القواعد الامنيه، لازم يكون في تعاون ما بين الجمهور مع الامن. ده اول حاجه. بالنسبه للناحيه الثانيه، ناحيه تسهيل اجراءات دخول الجمهور، ويبقى المواضيع عندنا نتعلم بقى من الدول الاوروبيه ازاي ان احنا الجمهور يخش ببساطه. احنا بنتفرج على الماتشات الاوروبيه الجمهور بيخش قبل الماتش بربع ساعه او خمس دقايق كمان. الشروط ان الجمهور نفسه هو اللي يلتزم، اصل القصه كلها مش عند حد غير عنده هو شخصيا. لو الجمهور التزم هترجع الجمهور المدرجات، لكن المشكله ان احنا ايه بعد ما نرجع نبدا نرجع 300 واحد 500 واحد، نرجع نلاقي الكراسي بتتكسر فوق، ونرجع نلاقي المشاكل بتحصل في الملعب. خلاص، وايه اللي هيخلينا نرجع بقى الجمهور؟ ما هي دي المشكله. لكن احنا كلنا نفسنا طبعا الجمهور يرجع. ده الماتش من غير جمهور ما اكيد ما بنتفرجش على ماتش اصلا.